المهندس الأستاذ ياسر عبدالله. انت في ايدك تحمي الناس، السلامة اولا. الفشل يبدأ حينما تكتفي بمهاراتك. احنا محتاجين ان احنا نوثق. يعني ايه نوثق؟ نحدد يوم ونحدد تاريخ ونحدد اطار زمن، وان تصريح العمل لظروف واحدة. يعني مش معنى ان انت عملت تصريح عمل للحفر فخلصت الحفر دوت وهتستغل هذا التصريح في عمل اخر. اي نعم حفر، اي نعم يوم بنفس المعدات، ولكن اكيد هيحصل ايه؟ في متغير، ده تغير الظروف نفسها. لو انا بتكلم مثلا في حفر، لو انا بتكلم في حفر، فان تغير الحفر نفسه او الحفر نفسه متغير. متغير في ايه؟ في نوع التربه. متغير في ايه؟ في خدمات تحت الارض. هل في يوتيليتيز موجوده هنا او لا؟ في خطوط ضغط عالي، خطوط ضغط باسفل التربه، خطوط كهرباء ذات ضغط عالي اسفل التربه ولا لا؟ تصريح العمل هو احتياطات لازمة. يعني ما بنعملش تصريح كده لمجرد ان هو امر اداري حاجة روتينية، لا، ده في احتياطات، وان واجبة، وان هي ايه؟ لازمة. تصريح العمل هو بيان مكتوب وموقع. وخلي بالك تلاقيني دايما بحط بعض الكلمات عشان اوضح بيها ناحية مهنية. يعني ايه بيان مكتوب؟ مكتوب يعني لازم تكتبه. اي نعم بتعمل فورم والى اخره زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، ولكن لازم تكتب حاجة بخط ايدك، يعني مش ما تسجلوش من امبارح، ما تعملوش كوبي بيست. ليه بقى؟ لان انت بتتكلم ان دي انشطه غير روتينيه، فانت ازاي اعمل لها مستند واحد ومالي بكلام؟ وممكن المخاطر تختلف من مكان لايه الى مكان، الا بقى ان انت كاتب مجموعه من المخاطر كومن ما بين هنا وبين هنا، وبيستثنى منهم مخاطر كتير، فالموضوع اصبح ايه؟ شكل روتيني. وانا يمكن قلت لحضرتك ان لم يمكن ادراك الخطر، يعني انت لو ما ادركتش ان في خطر في هذا المكان واحد واثنين وثلاثة واربعة، فلا يمكنك تداركه، مش هتقدر تتحكم فيه. لو انا طالع مش عارف ان السرعة خطر ولا يشغل بالي، هفضل ماشي بسرعة. عشان كده بنقول بيان مكتوب موقع، يعني لازم التوقيع يكون النهاردة في التو واللحظة من المعنيين ومن المعينين. معنيين يعني ما ينفعش يوقع من امبارح، هو ما جاش النهارده. طب يحصل حادثه نتصرف ازاي بقى؟ ده هو موقع امبارح وهو في طلب اجازه وهو مش متواجد وما اثبتش تواجد، يبقى ايه؟ يبقى الخلل هيقع على مين دلوقتي؟ لما تيجي تحقق لجنه السلامه التابعه لمكتب السلامه، لجنه التحقيقات مثلا، او النيابه تيجي تحقق، هتحقق تقول ايه؟ حضرتك اصدرت، ومين المسؤول باصدار تصريح العمل؟ عاده في اغلب الاماكن بيبقى شركات الايه؟ سوري، ادارات الايه؟ ادارات السلامه. فانت كده اصدرت بيان، اصدرت تصريح مش مواكب للظروف، مش مواكب للواقع. هو بالنسبه لي تصريح فيك، فهيوقعك في مشكله. قلنا ان تصريح العمل هو نظام عمل امن متفق عليه لمهمه الوظيفه. اجراءات كده عشان العمل يتم بشكل ايه؟ شكل تمام. قلنا هي وثائق رسميه مكتوبه، وقلنا رسميه لان بيتم استخدامها والرجوع ليها، وان انت بتحددها من ضمن الوثائق اللي يعترف بيها، مش مجرد ان انت بتدي مثلا الناس تي بي تي او بتقول انستراكشنز، بتقول تعليمات، لا، ده انت في هنا وثيقه رسميه، يعني بناء عليها يتم تحقيقها، يتم طلبها للجنة التحقيقات وإلى إيه؟ إلى آخره. وقلنا إن تصريح العمل، يمكن اتناقشت برضو في النقطة دي المرة اللي فاتت، ممكن أكون أنا عامل أنواع من تصريح العمل وفقا للنان روتين أكتيفيتيز اللي ممكن تكون موجودة عندي في بيئة العمل، وإن بعض هذه الأنشطة تحتاج إلى إجراءات أخرى. وإحنا يمكن عارفين إن كل جسم ساكن في الحياة بيتحركه إيه؟ طاقة. فإذا في ظروف البيئة بشكل عام انا محتاج طاقات مختلفه حسب ايه طبيعه الاعمال، فانا محتاج ان انا ايه عندي صيانه في هذا المكان وتحول الى نون روتين، فانا محتاج ان انا اعزل مصدر الطاقه ده. فانا عشان اعزل مصدر الطاقه، هل تصريح العمل في قسم او جزء بينص على الحته دي ولا لا؟ لو ما فيش يبقى انا هبدا ان انا اكرييت نظام اخر، او هكرييت مستند اخر يقدر يكنترول الايه الحته دي. فاقول من ضمن هذا الاجراء، لو انا عندي عمل مرتبط بالكهرباء، او عندي اعمال في اماكن مغلقه، او عندي او عندي او عندي، فانا محتاج الى اصدار شهاده للعزل.
وقلنا شهادة العزل معناها أشهد أنا، أشهد أنا إن أنا عزلت هذا المكان. يعني إيه؟ أنا عزلت مصدر الطاقة، عشان كده بنقول شهادة. وعادة في بعض الأماكن بيبقى فيه مكان مخصص لتجميع كل مخارج الطاقة نفسها أو التحكم في مصادر الطاقة، بيبقى في مكان واحد مثلا في البيئة الصناعية، بتبقى فيه شخص مخصص بأن هو بيصدر تصريح العزل، مش مجرد بقى تصريح العمل، لا ده إدارة تصريح التصريح، بتصدر التصريح، وعشان التصريح دوت نبدأ نشتغل، لا نبدأ إن احنا ناخد عليه توقعات من ناس معنيين، تمام؟ ثم ان انا ابدا اروح عشان ابدا اشتغل محتاج ان انا افصل مصدر الطاقه، ثم ابدا اتجه الى بقى ايه الخاص او الشخص المرخص ليه في عزل الايه الطاقه نفسها، عشان يصدر لي الايه يصدر لي التصريح. المهندس الاستاذ ياسر عبسطاي، انت في ايدك تحمي الناس، السلامه اولا، مرجع علمك مبني على اساس السلامه اولا.